الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي تختطف 3 مدنيين بريف حلب شمالي سوريا. قوات الحكومة السورية تقصف محيط قاعدة للاحتلال التركي بريف إدلب شمال غربي سوريا. وزير الداخلية الأردني يعلن تأسيس خلية اتصال مشتركة مع سوريا والعراق ولبنان لمكافحة المخدرات. وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 83 فلسطينياً وسط استمرار القصف الإسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع. مجموعة السبع تبدي قلقها حيال التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والهجوم على رفح. الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني ينفذ غارات على مواقع للحوثيين في الحديدة باليمن. روسيا تؤكد تحقيق تقدم في خط المواجهة أمام القوات الأوكرانية، والأخيرة تعلن انسحابها من بلدة أفدييفكا شرق البلاد.